اليوم هو يوم 15، بدينا من قرش واحد ونحاول نوصل لأبو فلة في 30 يوم. شكرا لكم على اللايكات، شكرا لكم على كل شيء. زي ما تشوف غيرت اسم القناة لأنه ما حد كان يعرف اسمها. يجيني واحد بالشارع يسألني اسم قناتك، ما يضبط. سميت ريان شديد على اسمي، فقولوا للناس شيروها ما تقصروا، لأنه صار لك بالاشتراك. والحين خلينا نقول لكم وش الخطة. طيب خطة اليوم، الحين رايحين عند محل كافي بنشتغل، وبناخذ على 3 ساعات 10 دنانير، بنشتغل معه كم يوم لين ما نقدر نوصل عند ابو فله. الباقي 15 يوم لازم نوصل للقش. طيب كيف حتروح الكافي؟ اروح بالباص السريع لانه مره بعيد المكان وما نبغى ندفع، لازم نوفر يا شباب، لازم نوفر. مره عبينا فمعي 90 قرش في البرنامج، هذه راح نوصلني ان شاء الله، ونقول ان شاء الله ترجعني. طيب يا شباب الحين ننزل، بناخذ الباص بعدين بنروح للمكان، ومن المكان هذا راح ناخذ تاكسي عشان يقدر يوصلنا، لانه ما في مكان يوصلنا عند المحل. حط زيادة في البطاقة ولا اشحن هذا عشان اقدر ارجع، لانه اذا رحت الحين ما راح اقدر ارجع، فلازم اشحنها الحين. فراح اشحنها بربع دينار وان شاء الله نقدر نروح ونرجع. وين المكان؟ يا شباب شحننا بنص، قال لي ما في اقل شيء يمديك تشحن فيه نص بس، فالحين نقص من الميزانيه نص. وعرض يا شباب احنا الحمد لله صرنا مطمئنين، ما راح تفرق نلحق الباص، لا نلحق نروح. يلا وصلنا الحين المجمع هذا. الحين ما ادري يا اني حاخذ تاكسي يا اني حاخذ باص ثاني، ما ادري يعني اشوف. وصلنا الباص المكان قريب شباب، والله يقدر لازم ندفع 40 قرش. فلوس نروح للمكان اخيرا وكذا طلعنا. يا شباب انا كل يوم يبغالي هذا المشوار، مرت ساعة ونص من الحين، فكل هذا عشان أروح، بس تستاهلوا. شكراً عشان حطيتوا لايك، عارف اللي ما حط لايك حيحط الحين، واللي ما اشترك راح يشترك، وشكراً وشكراً وشكراً. ويلا خلينا نروح له مكان الشغل الجديد. مكان يعني ما شاء الله حلو كذا وفايب وحركات، فإن شاء الله يكون كل شيء تمام. وين المكان أو إيش اسم المكان؟ حنا في جبل ويبدا، كان كافي هاوس. كان كافي هاوس هذا موجود جبل ويبدا، اللي حاب يجي تقريبا يعني انا ابدا دوام من الساعه 2 4 5 زي كذا. فالمكان زي ما تشوفوا يعني بيسك وفخم. وهنا انا يا وسط، هنا المنيو، هنا كل شيء. ففي طابق فوق اوريكم اياه، بس في ناس بعد ما يروحوا، فحياكم. وهذا شغل جديد، ليتس جو. حجرب ايس لاتي وبوريكم كيف راح اسويه من الالف للياء. فيلا الحين نزل عطينا لين ما تصير تحت الميزان 16، بس 16.2 يعني قريبين. فالحين سوينا اول شيء طحنا القهوه، والحين نروح الخطوه الثانيه. طحنا القهوه، راح تيجي تمسكها كذا تحطها كامله هنا. بعد ما تحط هنا ايش لازم تسوي؟ لازم تسوي كذا عشان تخليها متزنة او كذا على فلات، يعني فهمتوا كيف؟ تسوي كذا تيجي تخلي عشان نضغطها، تخلي يدك في زاوية 90 لين تضغط كذا، وتضغط الضغط كذا تقول اوكي تضغط وبس. تقريبا كذا تخليها فلات زي ما تشوفوا، يعني كذا ممتاز. طيب الحين بعد ما سويناها فلات زي ما تشوفوا، تيجي تحطها بالماكينة، تيجي تسوي كذا تخليها على الزاوية كذا، بعدين تلف 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 كذا دن. المعادلة حقت القهوة هي 1 تو 2، لكل جرام قهوة تصير جرامين مويه. تيجي تضغط على هذا تشغل. فأنت الحين تشوف الميزان، تتبع تشوف كيف. لازم هنا تكون 32 هنا بالضبط. شو يا سلام. شو هنا تقريبا صار 10. اوكي زودنا شوية بس عادي. القهوة طلعت يا سلام. لازم كنا مشغلين تايمر، تمام؟ التايمر هذا يكون من 27 ثانية ل 30 ثانية عشان يطلع 32 بالضبط، لازم تكون دقيقة، لأنه كل جرام معاك بالقهوة يفرق. كيف تسوي؟ أول شيء تاخذ ثلج، بعدين تحط الثلج هنا، جبنا نعيد شوي بس. بعدين بعد ما تحط الثلج زي ما تشوفوا، تصب الحليب كذا كذا كذا، تيجي كذا
صوب تقريبا حليب زي ما تشوفوا، بس كذا ممتاز. نزيد شويه كذا يعني عادي عشاني كذا ممتازه. الحين جاء دور الاسبريسو، فلازم نحطه شوي شوي عشان يطلع ممتاز. شوف 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 كذا كذا. شوف كيف انا جبنا العيد شويه، بس شوف كيف صار، فطلع زي كذا كذا. جبنا العيد شويه، تجي تحط هذا كذا، بعدين نقول بسم الله يا حبيبي. شكرا لنفسي، شكرا لك عشان علمتني، يعطيك العافيه. الحين حركناه كذا حركه، دائما انسى احرك. ف زين والله يعني اول واحد اقيم نفسي 8 من 10، مع انه مو انا اللي سويته، بس يلا. هو العميل يعطيك العافيه، ايش حاب تطلب؟ باخذ الهيزل نت ريوز. اوكي اوكي، طيب الحين حنقدر نسويه، فيلا بسم الله. اوكي، اول شيء نفس اللي سويته انا، بس انه راح يكون مع فليفر. تيجي هنا تكون مصفر الجرام، تضغط هذا. سوينا قبل شوية تجيب بعد ما طحنا تصبه كذا كذا، جبنا اي شويه بس كذا، بعدين تجي تسوي كذا 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 عشان تخليها فلات. يعني كذا تقريبا تقدر تقول صح. بعدين بعد ما تسوي كذا زي ما قلنا، ناخذ هذا وزاويه 90 تجي تسوي كذا، بعدين تضغط كذا بس، وكذا تطلع لك فلات. وزي ما تشوفوا نستناه اول ما يصير 32 لازم نوقفها. اوكي شويه ووقف. اوكي يعني كذا كويس، حطينا هذا فليفرز. فهنا بعدين بنحط هذا والحليب زي ما سويت قبل شوي. مثلا بعد ما تحط الثلج ان شاء الله نحط الحليب صح. بالقوه بس الحين هذه المره ما حد يجيب صدقوني. فتيجي تسوي كذا يا جبت العيد؟ لا الحمد لله كويس كويس، ما جبنا الحين. يعطيك العافية، تفضل. شكرا حبيبي حبيبي، عون. الحين الباقي الباقي عفوا، انه لازم نجيب 30 بالضبط. فالحين زي ما تشوفوا صارت 16. لسه باقي شوية. هذا يا شباب لازم نضبطه. واحد اثنين ثلاثة. راح نتعلم كيف تفوم تفويم الحليب، او انه تخليه حار، فهمتوا كيف؟ او شو تسوي كذا؟ بعدين زي ما تشوف الحليب، شوف كيف؟ قاعد تسوي خلاط. نتعلم كيف ترسم، فشوف كيف؟ شوف 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 شوف. اوكي، اول شيء لازم تسوي كذا عشان تتعلم كيف ترسم. بعد ما تحط الحليب زي ما تشوف، هذا شباب لازم تعلمها، صدقوني راح اسوي واحدة زي كذا. شوف شوف. حبيت حبيت، 10 من 10. جاء دوري انه اسوي واحده، طلعت كذا يعني حلو حلو. واشتغلت عشان اعلمك، قاعد اسوي لك محتوى، محتوى كيف تصير باريستا. فيلا منصه حسان تحت اللي حاب يتبارك. هلا الحين شغلها يمين ولا يسار؟ شمال. بسم الله. كلها مره واحده. كمان اوكي يلا. صح 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 قوس قزح. صح صح كذا. هذا اسمه رسمة قلب الحب بس. هاي أول رسمة، أول رسمة. طبعا هذه أول رسمة، أول رسمة يعني تعطوني كم، قيموها بالكومنت، أوكي؟ أنا ما راح أقيم نفسي لأنه يعني ما شاء الله. اللي عليه صار حكتي هذه وهو حكي. يعني أنت من تشوفه أحسن، يعني واضح يا أبو والله اللي يكتب. اكتب تحت هذه رقم واحد، هذه رقم اثنين. يا. يما. بسم الله.
والله حلو. يعني اقيم نفسي 10 من 10. كان كافي هاوس لما تيجي غير انك تشرب قهوه زي ما تشوف اول شيء بس انا وليدي زي ما تشوف لودي كيف لودي كيف تيجي تلعب اكس او تلعب شطرنج الحين راح نتعلم كيف نلعب شطرنج فيلا ورا هون بالهودي مكتوب كافيين خير نشرنا فوالله ديم بس ايش مسمينها هي لعبة اسبانية اسمها اوزوز شيء زي كذا فالحين بنجربها اوزوز يا شباب بالشدة مو بالاكسو فاول شيء بنلعب اكسو بعدين بنلعب اوزوز اتوقع صح اسمها اوزوز يلا انا الاكس وانت الاو صح؟ يس يلا فالحين نبدا اول انا فراح العب الاكس هنا انت راح تلعب اوكي الاو هنا طيب نمسك الاكس نحطه هنا نسوي لنا واحد كذا اوكي الاو هنا حلو حطينا الاكس هنا حط او هنا كأنه خسرت صح والله ما ادري زبده كذا لا ما حد فاز ما حد فاز اوكي اول واحد تعادل حلو حلو اول واحد تعادل يا الحين راوند 2 نرجع نلعب تعادل يا الله شوف ما في احد حيفوز راوند 3 تعادل ايش هذا بدلنا فيمكن احد يفوز منا حط اكس هو فنلعب انا او هذا الاو هنا نص اوكي ونحن نحط هنا اكس طيب حط او هنا تكفى تقولي تعال فوز فاز فاز الحمد لله 1-0 له 1-0 في هاوس في اللي هو الدخل اللي جوا اللي هنا هذه القاعده وزي كذا وفي فوق في جلسه خاصه يعني مثلا انت جاي تدرس جاي تسوي لك شيء تطلع فوق يا كابتن وايش تسوي؟ التكينه في هنا قاعده في هنا العاب تلعب فينا كتب فينا اشياء فينا جيتار سو انا وفارس وجون فيلا بسم الله نبدا هذا المسحوق السري نجيب النعناع ليمون طبعا تحطه بالمويت وزي كذا الحين تفتح هذا كذا الله وتحط كذا يا سلام الموهيتو كذا صار عندك 4 موهيتو فلازم تغطيهم الحين ويكون كل شيء بالسري نكون خلصنا المقطع كان مقطع خفيف لطيف حبينا نعرفكم عن الكافي كان يوم مكان لا خلصنا دوام يعطيهم الف عافيه وهذه 10 دنانير نحطها بعد زياده نشوفكم بكره بس لا تنسوا انا راح ارجع مواصلات فاتوقع انها تكون دينار و40 قرش دينار ونص فراح اخصمها راح يعني نطلع كذا تقريبا من العشر دنانير اللي اخذناها دينارين 80 قرش ما يعني بروفيت 7 دنانير و20 قرش الحمد لله كان كوفي هاوس وشكرا لكم على المشاهده لا تنسوا اللايك والاشتراك ورابط منصه حسان تحت نشوفكم اليوم 16 سلام عليكم اي نصيحه لقيت الطريقه ارخص ارجع فيها بدل ما اركب الباص الابيض راح اركب باص سريع ويوصلني ويرجعني كل شيء فكذا نكون وفرنا 40 قرش